فيما يخص الاضطرابات المناخية على الصعيد العالمي والذي سجلت خلال سنة 2024 فهي لن تتغير وستكون أكثر قساوة من سنة 2023 التي اعتبرت من أعلى درجة حرارة على مستوى كوكب الأرض والتي عرفت ارتفاع درجة الحرارة على مستوى المغرب حيث وصلت درجة حرارة 49 في مدينة أكادير ومن المنتظر أن تتجاوز هذه الدرجة في بعض المناطق خصوصا المناطق الصحراوية حيث أنه هذا الارتفاع هو نتيجة للاضطراب المناخية والتي خلق نوع من التقلبات التي وحالة طقس متطرفة والتي أدت إلى يعني أولا ارتفاع درجة الحرارة ثانيا انخفاض في نسبة تساقطات طيلة السنة والتي عرفت أيضا هذه السنة يعني لولا يعني الأمطار الأخيرة التي تهطلت في فصل أواخر فصل الربيع لكانت السنة السابعة من سنوات الجفاف على المغرب. أيضا هذه السنة يعني تعرف أيضا ب ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العديد من المناطق العالم ومن المنتظر حتى على مستوى الشواطئ المغربية أن يرتفع. كذلك بالنسبة لذوبان الغطاء الجليدي في القطبين وهذا ما سيكون له أثار سلبية سواء على مستوى سطح البحر أو على مستوى يعني المناطق أو الجزر على مستوى العالمي. إذن هذه التقلبات وهذه المتغيرات وحالة الطقس المتطرفة التي يشهدها العالم يشهدها المغرب على وجه الخصوص فهي نتيجة أولا تغير المناخ وتداعياته وهذا بسبب ارتفاع نسبة مستويات الغازات الدافئة نتيجة الأنشطة الصناعية الأنشطة البشرية بمختلف مناحي الحياة سواء كان في الوسط الحضري أو الوسط القروي. أيضا يعني هذه الأمور يعني أدت بالعديد من المناطق والذي من المنتظر أن المغرب سيعرف يعني في بعض المناطق الجبلية والمناطق الجبلية المطلة على الجهة الصحراوية يعني أعاصير فيضان ويعني حرائق على مستوى الغابات المتوسطية مما سيشكل بعض من الاضطرابات وهذا يجب أن تتخذ فيه سواء الجهات الرسمية أو القطاعات المعنية بالتدخل في حالة الكوارث وعلى صعيد كل العملات نعرف بأن هناك نقطة ارتكاز لتدبير الكوارث الطبيعية بمختلف أقاليم المغرب وبالتالي يجب يعني على مستوى وزارة الداخلية أن ترفع من يعني حالة الإنذار المبكر والاستعداد للتدخل عند حدوث أي يعني مستجد سواء كان متعلقا بارتفاع درجة الحرارة وتأثيره على فئات المسنة والأطفال سواء كانت على مستوى الحرائق خصوصا في المناطق التي اليوم تصدر فيه يعني الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط يعني تحدد فيه أماكن الخطر واندلاع الحرائق فيها سواء كانت على مستوى بعض المناطق التي من المنتظر أن تشهد يعني فيضانات وأعاصير وذلك يعني بشكل سباق نتيجة تعرف على حالة المناخ والذي هي اليوم بالمغرب بفضل التكنولوجيا الحديثة والتتبع الرقمي لكل المتغيرات المناخية يعني يجعل أن المغرب يعني اليوم يعني في حالة تأهب واستعداد لكل هذه الظروف المناخية فقط يجب أن يكون هناك استعداد على المستوى المحلي من المجتمع المدني جماعة ترابية أيضا وسائل الإعلام ويعني السلطات المحلية المعنية مباشرة بالتدخل في حالة حدوث أي كارثة التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجنب المغرب العديد منها إلا ما كان يعني مفروضا وبالتالي يعني تكون أقل يعني ضررا وأقل يعني تأثيرا سواء على مستوى البنيات الاجتماعية أو الاقتصادية وعلى المستوى المحيط البيئي للساكنين.